خطوة اقتصادية قد تزيد من تطويق الحركة المالية لميليشيا حزب الله. 100 حساب بنكي مرتبط بحزب الله تم إقفالها تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل حزب الله المصنف إرهابيا. حاكم مصر في لبنان أكد الخبر في حديث صحفي، وذلك لتثبيت موقع لبنان ضمن الخريطة المالية العالمية وللحفاظ على مصداقيته في الأسواق المالية. إجراءات مصر في لبنان جاءت التزاما بلائحة الأسماء التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في الوقت الذي نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية شهادة للمدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مايكل براون، الذي أفاد بأن حزب الله يدير الشبكة الأكثر تعقيدا لعمليات تبييض الأموال وتجارة المخدرات. في ضوء هذه المعلومات تتخوف أوساط ميليشيات حزب الله أن لا تقتصر العقوبات على اللائحة المعلنة لتشمل حسابات متفرعة عن الحسابات الرئيسية المدرجة بحسب القانون أو مرتبطة بشكل غير مباشر بحزب الله. العاملون في تلك المؤسسات سيتأثرون، وخصوصا لمن له حسابات توطين أو قروض مصرفية، الأمر الذي من شأنه أن يضيق الخناق أكثر على بيئة حزب الله التي بدأت تململ من هذه الإجراءات المباشرة. في المقابل تلوح في الأفق طرق التفاف الميليشيات على تلك العقوبات مستفيدة من ثغرتين: الأولى تجربة طهران مع العقوبات كانت قد دفعتها إلى تعميم التعامل النقدي المباشر، وبذلك قد تؤسس نظاما ماليا موازيا يستفيد منه حزب الله بعيدا عن الأجهزة الدولية. ثانيا ممكن لحزب الله أن يستفيد من مصارف الدول الأوروبية ودول الشرق أقصى التي لم تلجأ إلى أي قيود حتى الآن. تزايد الضغوطات الدولية على ميليشيات حزب الله تنذر بتداعيات على الحزب المصنف إرهابيا وقد تتعدى القطاع المصرفي في لبنان. جيلان فطيري، العربية.